أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية عادت من جديد لاستهداف بعض المقرات وقواعد المقاومة في العراق وسوريا، يعني استهداف لأذرع المقاومة في المنطقة من جديد. حقيقة هذا الوضع يربك المشهد السياسي في العراق. أعتقد هذه الاستهدافات الأخيرة لفصائل المقاومة هو محاولة لقطع شريان الاتصال الممتد بين العراق وسوريا وصولا إلى اليمن ولبنان وحتى غزة. بالنتيجة هذا الموضوع ربما وفقا للمدرك العسكري الأمريكي هو يلقي بظلاله الإيجابية على موضوع غزة، أن هنالك فصائل المقاومة سوف تنهك وتضعف في هذه المرحلة من أجل إعطاء الزخم للآلة العسكرية الإسرائيلية. صارت استهدافات وصارت اليوم حقيقة عمليات قتالية، عمليات عسكرية. أعتقد أنه هاي التصرفات مزيد ألا تزيد التصعيد، مزيد أنه غير أنه المنطقة اليوم حقيقة إحنا دنباوع، إحنا المنطقة ذاهبة نحو الاستقرار، وإحنا اليوم القوات اللي موجودة اليوم أو أنه الدول اليوم اللي تدعي الديمقراطية وتدعي اليوم حقيقة دافع عن البشرية ودافع عن أرواح كل الموجودين، أعتقد أنه المفروض تبتعد عن هيك عمليات. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإثبات وجودها العسكري والمبررات العسكرية حتى لا يكون هنالك أهداف أخرى غير الأهداف الاستعمارية للولايات المتحدة الأمريكية. هنالك مطامع كبيرة للمنطقة من الولايات المتحدة الأمريكية ولا يزال تهيمن على المشهد العام. حياكم الله. ما الذي يحصل في الحدود العراقية سوريا؟ خروقات متكررة من جهات معلومة وأخرى مبهمة، والنتيجة استشهاد للأفراد أو عدم إعلان للخسائر. مشاكل كبيرة وكثيرة وأطرافها متعددة ومتشابكة، لا حوار ينهيها ولا آذان تسمع لما يحصل فيها. فهل ستبقى أبواب تلك المناطق مشرعة على الحوادث أم أن الحلول قادمة لا محالة في الوقت الذي يفتك الجوع بأطفال غزة دون ناصر أو معين، ولا نرى من المواقف إلا البيانات والمؤتمرات دون أي مخرجات، ومن كان في طعمه في عامين صار هلاكه في أقل من يومين، وبدل شرب الحليب صار ينزف الدماء، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من جديد أهلا بكم. محور الحديث في هذا الملف راح يكون مع الخبير الأمني والعسكري الأستاذ سرمد البياتي. حياك الله أستاذ سرمد. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور مصطفى البهارلي. حياك الله. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ سرمد، ما الذي يحصل تحديدا على الحدود العراقية السورية، وليش أغلب العمليات والاشتباكات والإرهاب من هذه المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والقناة ولمشاهديكم للضيف العزيز. حياك الله. وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير، صحة وسلامة. هذا الموضوع تقني مهني فني، يعني لو نتكلم تعبئة يمكن الكثير ما حد عدة اطلاع يعني على هاي المنطقة بالذات. هاي المنطقة أولا متداخلة، يعني من الصعب أن تميزين الحدود العراقية من الحدود السورية. لذلك عندما كانت هنالك معارك داعش إذا تذكرين وانتهت وأمامهم جهة أخرى الباغوز وغيره، فكانت المنطقة كلها متداخلة. إحنا عندنا بالعسكرية يعني عندما مثلا نقف عند حد معين عند مثلا حدودنا، بعض القطعات تندفع بالاتفاق مع الدولة المجاورة، تتفق
تندفع كيلومتر أو نصف كيلومتر أو كيلومتر ونصف. هذا الغاية من إدامة الزخم وحماية الحدود من أجل أنه يعني أشبه بالإنذار المبكر إحنا نسميه من أي هجوم محتمل أو غير. لذلك تشوف الشهيد اليوم اللي وقع هو شهيد من كتائب سيد الشهداء. نعم. فاعتيادي كتائب سيد الشهداء هي ما رايحة يعني سوريا، يعني مثلا موقعها في سوريا بالذات، لذلك هي تعتبر يعني بالمناطق اللي ممكن أنه نحمي أنفسنا من خلال وجود طيب. مثل هاي القطعات القريبة. ليش الاستهدافات تكون في هذه المناطق؟ هو أولا إحنا قبل الاستهدافات ليش في هاي المناطق، هو شنو سبب الاستهداف؟ هي هاي مشكلة. يعني إحنا أكو هدنة، وهدنة هدنة كبيرة، وحتى أكو هدنة بين إيران وأمريكا يعني في هذا الموضوع. نعم. ومتفقين على اعتبار أنه أصلاً هم راح يتكلمون، وهاي أذرع إيران، وهاي القصة نعرفها يعني. زين. فهو زين أساساً يعني نفس القائد العام يعني يتكلم ويانا قال لي يا أخوان حتى أكو مفاوضات بالخفاء موجودة عن طريق قطر، عن طريق سلطنة عمان، عن طريق سويسرا، بأنه أكو تهدئة بالمنطقة يعني في هاي المنطقة بين إيران وبين أمريكا. ما أعرف هسه إحنا البارحة صار هذا القصف وصار ضغط علينا بالأسئلة. تعرفين العراق ما يقدر يصدر بيان لحد الآن، خلية الإعلام الأمني ما صدرت بيان على مود نستند عليه آن ياج في تحليل هذا الموضوع. صحيح. ما عندنا شيء رسمي، لكن الشيء المؤكد واللي نقلته عندنا شهيد وعندنا قصف وعندنا فيديوهات للقصف. زين. طيب جهة القصف اليوم أنا تابع القيادة المركزية الأمريكية الوسطى. نعم. ما أعلنت بموقعها أنه إحنا ضربنا هدف معين، يعني شلون هذا؟ وهي هنا المشكلة، مرات يعلنون ومرات ما يعلنون ويبقى لا. دم العراقي ضايع. لا أنا أعتقد ربما يعني هو طبعا تبقى هذه بقى بس تحليلات، لأنه ما حد راح ينطي جواب. صحيح. أولا العراق إمكانياته ما نقدر نكتشف، وهي هاي مشكلة ما نعرف نكشف الهدف اللي موجود، يعني هل هي كانت مسيرة، هل هي طائرة معينة. يعني أنا دائما أشك يعني بأنه قد يكون الكيان وراء مثل هذه الضربات، لأن القيادة المركزية الوسطى هي مو راح تخجل من عندنا أو تستحي من عندنا. هي ضربت أبو غريب قالت ضربنا سيارة، ضربت جرف الصخر قالت ضربنا، تذكر بيان يعني واضح وإحنا ننتظرها. أما الضربات المجهولة هاي المشكلة ستفرح عندنا مشكلة كبيرة جدا. لذلك أنا دائما أقرنها بالكيان، لأنه أمريكا قد يجوز تعرف بس ما تذكر. من وجهة نظر عسكرية، دعني أتوجه بالسؤال لوجهة نظر سياسية. دكتور مصطفى توقع الكيان؟ كل التحية والترحيب لجنابك لجناب الضيف المحترم لمشاهديكم. يعني طبعا أكيد يعني الكيان الإسرائيلي أعتقد هو المستفيد الأول من وراء هيك ضربات، يعني سبق وأن هو قام بمثل هكذا أفعال في المرات السابقة. طبعا على خلفية استهداف ما بمحور المقاومة لإسرائيل، فهي تأثيرا أقول أنه هذا هو في الحقيقة في إشكالية كبيرة. إحنا لحد الآن يعني على المستوى العسكري على المستوى العسكري يعني ما يصير إنه قطعات تنضرب هسه هي تابعة لسرايا لما أدري إيش، لتجمعات، لمجاميع، ما يصير يعني الجهد العسكري العراقي الأمني لحد الآن إنه هو حال محللين سياسيين احترامنا الشديد. هو قبل الجزء العسكري، هو إحنا اتفاق سياسي إقليمي ما عندنا. لا هسه هو الإقليمي هذا بالله هذا شغل آخر، بس احنا في حدود بيتنا اللي هو العراق. زين. مو صحيح هو كون نعرف من اللي ضرب هذه ومن اللي قبلها ومن اللي قبلها، ما يصير يأتي يعني الموضوع يبدأ وينتهي، وال يعني مثل ما تفضل جناب الضيف ما نعرف كلها في إطار التحليلات. هذا غلط في إدارة الدولة، هذا غلط، هذه إشكالية كبيرة. سياسياً هل من الممكن ما يعرفون؟ يعني هل ممكن لو سياسياً يتكتمون؟ لا هو شوفوا لما يعرف اليوم أنا لما أعرف الضربني أي. ها كون هذا الشيء توجب عليه إنه يكون يصير عندي رد فعل. زين.
فيقول لك انا اخليها هيك يعني خلي احكي لك اياها احكي لك اياها بالجسمه ضايعه مطمطمه ضايعه إيه. حتى ما يرد عليها حتى ما يكون انا عندي حتى ما الزم نفسي بالرد إيه. فاني ارفع عن نفسي كاهل الرد لان انا اساسا يجوز ما عندي القدره على الرد شايفه وهنا ما يصير تكررت استهدفت عندنا قيادات من الحشد استهدفت عندنا قيادات سيئة. من الـ 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 الجيش بل. استهدفت عندنا من يعني سابقا احكي لك ما ينفع تبقى مطمطمه مثل ما قلت هذا راح يخلق صراع بين المقاومه وبين الحكومه وراح تكسر الهدنه اللي تحدث عنها استاذ سرب اي فلهذا انا اقول الاشكاليه الاكبر من هذا الحديث كليته النظام السياسي العراقي حتى الساعه ما متفق على تصنيف معين للولايات المتحده انه هي هل هي صديقه ام هي عدوه زين ما متفق على تصنيف الكيان الاسرائيلي هل هو صديق ام هو عدو شايف كل القرارات اللي قرات في البرلمان هسه تكون تخلينا نكمل في الجمله الثلاثه مو بس حتى افهم هذه الشو ها انا اقول لك الدول المحترمه زي. يعني احكي لك على الدول اللي يمكن احنا في يعني جوزاني على الصعيد الشخصي عندي موقف سلبي اتجاهه اليف او باء او جيم شو تسوي اطلع لنا استراتيجيه الامن القومي تقريبا سنويا او كل سنتين يعني بكبسه زر هسه بكبسه زر على محرك جوجل اطلع لك الاستراتيجيه الروسيه مثلا اصنف انه مثلا روسيا تصنف اوكرانيا عدو اصنف انه الولايات المتحده هي الاكثر ضررا بالنسبه للمصالح الروسيه اصنف انه كوريا الشماليه صديق وحليف اصنف انه الصين انه الصديق احنا ما عندنا هيك الشغل ليش؟ لأن هذا يسمونه شغل محترف في السياسة أيه. هذا شغل محترف مو شغل هواة اللي دا يصير عندنا احنا شغل هواة زين الحكومة نعم. مو قالت عندنا علاقة استراتيجية بعيدة الأمد مع الولايات المتحدة وعندنا اتفاقيات والكيان الصهيوني هو عدونا يعني بعشر يدفتهم أوضح من هذا لا 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 احنا اي فهذا غير كون يصير التزام به زين يعني هسه احنا راح احكي لك وانا معروف بدفاعي عن الفصائل خوش زي. الفصائل ملتزمة بهذا الكلام تلتزم لا لا هاي نسأل يعني بيها الخبير العسكري هو لا احنا مو احنا ستي على مود هاي القصة نخلص من عدتها مو ردت تخلصين طبعا احنا على مود هاي القصة نخلص من عدتها المفروض يصير يسمى اجماع وطني اجماع سياسي على الثابت الوطني العراقي هذا ما متحقق بدليل هو ليش هسه مثلا العدوان التركي في شمال العراق اكو عدوان لو ماكو جهه ساكته وجهه تحكي زين اكو الاكراد يحكون شكل الكذا يحكي شكل الكذا يحكي شكل هذه مو اداره الدوله هذا اللي دا يصير مو اداره وضحت الفكره نعم. اذا استاذ سرمج قد اثرت هذه الاختلافات السياسيه وعدم وجود الاراده الوطنيه على قدره العراق العسكريه والتسليحيه بشكل كبير وصلت مرحله اني بس وياك كم لقاء وش قد نطالب بتجهيز وتسليح كم لقاء حاجي بيه وبغير قنوات وقنوات اجنبيه يعني البرلمان اكو جهات بالبرلمان ما تقبل السلح يخافون يقول لك احنا والله هذا السياح خايف يستخدم ضدنا يرجع للتاريخ خليني ارجع ليش على الضربه مال البارحه لان الضربه مال البارحه اني جدا ازعجتني وخاصة أنه جماعتنا يعني الله يسلمهم بعض الأخوان القادة أصلاً ما يتجاوب يحكي وياك بس ما ينطي لأنه ما يعني ما عنده المعلومة الكافية يعني وأساساً فأني ما أرد أحرجهم بالمناسبة أنا بالمدة الأخيرة قمت أستخدم على معلوماتي الخاصة وما أعتمد على أي حقيقة يعني وخلي يسمعوني وخلي يزعلون زين يعني شوفي راح أقول لك شغلة في زمن أحد رؤساء الوزراء أريدش تربطين بهذا الكلام وشوفين سياسات الدولة العراقية صارت ضربة على قطع عسكرية مثل هذه خارج الحدود بكيلو متر ونص خلنا نحددها صارت على الكتائب وانطوا شهداء وانطوا الدنيا انقلبت زين في زمن أحد رؤساء الوزارة اتصلت بي خلنا نقول قناة البي بي سي يعني فورا يتصلون بي يا بقريبنا أنا بقيت محرج أكو شهداء عندنا زين القيادة ما طلعت بيان خليت الإعلام الأمني ما طلعت بيان بس فقط بيانات يعني المقاومة خلينا نقول إيه هذه أنت مو رسمية أنا أعتمد على البيان الرسمي اللي يصدر من العمليات المشتركة عرفتي شلون
اضطريت اني خابرت في وقتها خابرت اتصل في رئاسه الوزراء قلت لهم يابا انا رايح للبي بي سي والله بالتليفون واني بالسياره وهاي اكو ضربه والعالم انخبصت اني ترى محرج يعني هسه اني العنهم لو اسكت لان اني اتكلم اني كنت يعني ولحد الان يعني خلينا نقول قريب على الدوله يعني مع يعني سياسه الدوله مع اتجاه اي قالوا لي فد شوي ونعطيك الخبر طول الخبر قالوا استاذ سربد رجعنا احنا ما مسؤولين عن اي قطاعات موجوده خارج الحدود العراقيه قلت له يعني اسكت قال لي ايه تسكت ويعني هذا هو ضيع الموضوع شوفي هذه قبل شوي ثقي واعتقدي يعني في زمن احد رؤساء الوزراء المهمين يعني بهيجي حاله هذا ضاع الخيط والعصفور يعني هي القضيه هسه اساسا هذا تاريخ وتكلمت ويا مو لعب يعني التليفون مالتي صعد وصعد لي فوق ونزل لي الرد فورا واني بالسياره قالوا لي لا احنا ما مسؤولين عن اي قطعه عسكريه موجوده خارج الحدود العراقيه زين شو يعني هذا طبعا يعني خلوني في احراج هذا خوش سؤال يعني هذا خوش سؤال شلون ترحل انا اقول لك يصير مؤتمر وطني شي يسمونه ولا انا ضوج من هذا التسميات زين والجميع يقعد زين الجميع يقعد وينقل بالشاشات بدون قطع اي وينقل بالشاشات الحكي علني على مود على مود نعرف احنا منو عدونا ومنو صاحبنا ما يصير احنا اليوم اني وياك استاذ سرمد جناب المصور وجناب المخرج المحترم اليوم لما يجي واحد يعتدي علينا واحنا بالبرنامج استاذ سرمد عنده موقف اني عندي نص موقف جنابك بلا موقف يعني بعد تشبيهات يعني هذا الموضوع خطر ترى بالمناسبه بدي احكي توعيد المواقف هذه هي الاطلاب الكبيره الاطلاق خو أنا هسه ما عندي كذا أنا معروف بالدفاع عن الفصائل زين حتى استدعائي في هذا البرنامج هو من أجل هذا الموضوع زين خو زين بس أنا أقول خل تتوحد كل مواقفنا فيما يتعلق بالخارج الخارج سيدتي راح أقول لك شيء زين أنا أستاذ علاقات دولية اللعب مع الخارج يعني شلون أقول لك إياه يحتاج لاستراتيجيه جدا جدا مرتبه جدا مرتبه هسه اذا ريت يعني باستراتيجيه الشرط الطيب والشرط المو طيب يعني استراتيجيه انت تسوي هيك وانا اغض النظر وكذا وهاي استراتيجيه معروفه هم ماشي بس خلينا نعرف كم مثال شرف وكم حوار وقعدة وحكى وقال وشنو اللي نتجع لا مو الجميع هو ما ممكن لا ليش مو ما ممكن أنا أقول لك هذا بلد هذا سياسي. بلد شوفي ست راح أقول لك خاف ما تحكي البلد أكبر من كل التسميات السياسية والعناوين خوش صحيح السادة والشيوخ والسياسيين والمعرف هذا بلد بحجم العراق خب يعني اكبر من كل العناوين الموجوده اهتماماتنا الشديده لهم خب فهذا ما يعني اليوم اني مو بالضروره اني اتفق مع مو احنا تدرين شلون الجماعه الله يحفظهم زين ومرات الله لا يحفظهم اقول شلون انه هم مارسوا السياسه بنوع من العلاقات الاسريه يعني انا اليوم انت ان شاء الله اختنا انا اليوم كون ست فرح لو اتفق وياها 100% لو اختلف وياها 100% ماكو شيء بالسياسه اتفق معاك على المتفق وانا اترك المختلف اي بس يا مال المفروض اكو مال استاذ مصطفى اكو مال دي يشترون ذمم سياسيين هذا تمويله من فلان هذا تمويله من فلان ايش قد ساهم المال السياسي بشراء الذمم هسه هاي قضيه اخرى لا مو قضيه اخرى ما راح يتوحدون مستحيل ما راح يتوحدون مو هو شوفي ليش ما يتوحدون هاي الارتباطات للخارج لما اني ارتضي لنفسي ان اكون كوبري للخارج زين الخارج ايا كان على مود هيجي يعني بصريح العباره الخارج ايا كان زين هذا مو صحيح زين مصلحه بلدي فوق كل اعتبار زين وعلى اساسها انه اني انطي دماء على اساس المصلحه اني اقيم السلام على اساس المصلحه أنا أسوي حرب على أساس المصلحة أنا أسوي هاي الدول المحترمة هيك تتصرف إحنا لحد الآن بعد واحد يجي يضرب الحشد ما نعرفه يجي يضرب قطاعاتنا ما نعرفه وعندنا شهيد وعندنا شهيد ليش يعني. أستاذ شرمد والعمليات السابقة كم شهيد يصير زين زين وأنا راح أقول لك فد شغلة هذه الضربة سوف لن تكون الأخيرة
لا ما تكون. هاي كم مرة قلناها أستاذ سعد؟ أنا أقول أنا بس حضرتك جاي تأكد عليها. طيب لا عندنا سياسة خارجية ولا عندنا تسليح ولا عندنا ملف أمني محكم ولا عندنا مسؤولين يطلعون يصرحون ويقولون يا بهذا اللي صار، وين رايحين أستاذ سعد؟ طب شوفي هو هذا يعني هسه إحنا المعطيات اللي عندي هسه تسألني تقولي أستاذ سعد ما تعرف، أقول لك أنا أقول لك هذا كتب سيد الشهداء وعده استطلاع بسيارته وانضرب. زين انضرب، اللي واحد يقول طائرات مسيره، واحد يقول لا طائره قتاليه، واحد يقول شيء، هذا كلام الحشد. تكلمت ويا الاخوان بالقيادات بالحشد يا والله شهيد استشهد الله يرحمه سيد بيت صافي. زين زين نرجع لسالفتنا الاوليه، المنتخابرين على مود يريحك ويقول لك يابا مثلا هذا لا راح ضرب راح سوى نفذ عمليه وانكتل سوى، يقول لك قصف جوي. وشفنا الفيديوهات ووصلتنا الفيديوهات كل شيء مشوفه. أرد أسألك سؤال بصراحة، دم هذا الشهيد بركبة اللي مدافع عن الحشد وعن فصائل المقاومة ومدافع عن أبناء بلده، لو بركبة اللي يتعنى وضرب هذه الفصائل؟ مو ترى جوابي يزعل هواي. يعني ما نرد أعرف الحقيقة. لا أسعدنا شهيد يزعل. هذا دم بركبة من؟ يزعل، لا بركبة اللي خلى القطعات بهذا المكان بدون أن يسوي اتفاق كامل مع قيادة العسكرية. تعال آني ترى هنا أبقى هنا لو أرجع، هذا إذا تريدين إذا أريد لا حد يزعل علي، خلي يسمعوني الكل وأنا أعرف حتى القائد وأن كتاب سيد الشهداء رجل أعزه وأحترمه هو يحبني ويحترمني. أقول له يا أخي العزيز زين موعدنا هدنة أستاذ سرمد وأنت بداية الحلقة ذولا لا يؤمنون هدنة. عجيب ذولا ما يؤمنون ذولا يضربون. شوفي خلي أعطيك أمريكا يعني أنا قاتلتها من التسعين زي. كنت مساعد أمر فوج وقاتلتهم بذاك الوقت مال الكويت، فأعرف أعرف كيف راح أحكي لك خستهم. فاليوم تمرضت مرضت بالحرب قصف قوي وأنا مساعد أمر فوج وحدي متحمل فوج، رحت الوحدة ميدان طبية لا أتعالج أرد أخذ أبرة ومعركة والمطلع وصايرت لك الدماء بالبل. رحت الوحدة ميدان طبية شو أشوف والله هذه بعيني بعيني مو احد أي. انا والسايق شوف ماكو احد وحده ميدان طبيه، اتمشى كان اشوف جثث بال هذه بالقاع مشموره واسمع لك واحد يصيح، انا كنت ملازم اول يصيح سيدي سيدي اباو الصوت ماكو مين هاي، مع العلم حاطين العلم الهلال الاحمر كلش كبير على الارض. زين والله صحت بس واحد مد لي ايده من فوق تعال تعال سيدي تعال يضربوك، من يضربني غير أنا بوحدة ميدان طبية. رحت الجنود لقيتهم الضابط حافرين شلون شلون السنجاب أو القنفذ أو حافرين في دائرة جوا بالأرض ومن حرفة هيك يعني تدخل لها زحف. قلت له بابا إيش بيكم؟ قال سيدي دمرونا بالقصف. قلت له ذولا شنو الشهداء؟ قال ذولا جرحى جايين يتعالجون انكتوا بالقصف. قلت له يعني ادري انتم مو خالين العلم مال هلال، فانت اذا تقاتلين عدو خلي يسمعوني الكل واللي يسعل خلي يسعل. وين رحت لامريكا وقلت لهم اياه هناك بامريكا اذا تقاتلين عدو لا ذمه ولا ضمير، يعني عنده استعداد ينفذ ضربات ويعتذر عنها بعدين يقول لك اني او نيران صديقه. اي نيران صديقه هاي كارثه. هسه اليوم شنو علاقه العراق بالولايات المتحده؟ يعني قال استاذ سرمد وعلى مدى التاريخ لا يمكن الوثوق بالجانب الامريكي، لا اتفاقية ولا هدنة ولا معاهدة السلام ولا اتفاقية إطار إسرائيل ولا أي شيء، ليه جماعتنا يثقون بهم؟ ويا جماعة يعني احكي لي يعني هيك تصنف يعني حكومتنا نوابنا المتباكين على تواجد القوات الأمريكية في العراق قسم مصنفين رديتينا جري للبداية إزاي؟ قسم مصنفين الولايات المتحدة عدو لا يؤتمن ولا يجب العلاقة معه في أي حال، هذا قسم معروف. زين زين قسم مخلي رجل مع الولايات المتحدة بالسر ورجل مع الولايات المتحدة بالعلن، وقسم لا معلنها جهارا نهارا سيد بارزاني مثلا مثال اني صدق اني حليف اني حليف استراتيجي للولايات المتحده وارتك تقطع كلام استاذ مصطفى اخوي الكبير ترى بالمناسبه العراق ده يمر كحكومه بفتره ذهبيه من علاقاته مع الولايات المتحده الامريكيه، هذه هم قالوا لي بالمناسبه يعتبرون الولايات المتحده حليف استراتيجي. تفضل استاذ مصطفى. هاي نقطة ليش ما يستثمرها العراق؟ فلهذا هذا عدم الإجماع
عدم الإجماع شي يخلي السياسة الخارجية يخلي أنا يقول مرات الله يعينه أنا ولو عندي موقف سلبي مع الوزير الخارجية الحالي زين الله يعين وزير الخارجية زين شي يسوي يتقدم يحكون عليه ما يتقدم زين هنا الحكومة عندها علاقات استراتيجية مثلا زين مع الولايات المتحدة زين شي يسوي زين راح أحكي لك فتح حكاية زين تفضل المرشحة الأمريكية لاستلام استفارتها جاكوبسون في بغداد هاي البلوى الجديدة مو صحيح سوت إحاطة لجنة العلاقات احنا نسميها إحاطة لجنة العلاقات والأمن القومي الأمريكي وحكت ما حكت الجماعة كلهم سمعوا مضبوط هسه ما يصير يعني أنا أستاذ جامعي يعني أعرف معلومات أكثر من عندكم مو صحيح زين سمعوها هنا راح أحكي لك حكي كتب زين حكي كتب وعلم اللي الجماعة كل شيء ضجون من عنده ما يحبون لا يحبونه ولا يحبون إيه من أحكام بالمهنية ضجون لا 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 يعني يقول علم كل شيء ضجون زين شنو هي شو يقول اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية زين 1961 أنا درست دبلوماسية للطلبتي طلبة الدراسات أولية وعليا خوش طيب زين شو تقول مادة أعتقد 51 أو 50 شوف ما منصب السفير او مهنه السفير شو تسموها انتم منصب السفير المنصب الوحيد بالكره الارضيه اللي متعلق بمن موافقه الحكومه المرسله وموافقه الحكومه المستقبله صحيح. كل المناصب يعني من السهل ان تكونين رئيسه وزراء ليش لان هذا برلمان ويصوت عليك وقوه سياسيه وكذا ويبتدي الموضوع بس موضوع ان تكونين سفيره لان موافقه الطرفين شنو هو اكو واحد قريته نفى هذا الكلام لا 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 استاذي ما لك علاقه كان انا ذا تبدا ازودك بالاتفاقيه لان اكو واحد نفى قال لا ما لا 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 متوهم جدا يعني هذا شغلنا استاذ وصلنا سنين احنا نعم. انا طالع الاول على جامعه بغداد فلهذا دا اقول لك فد شيء إن يوم أنت لما سمعت مثل هكذا تصريح من قبلها وهي مرشحة لسفيرة مو صحيح؟ زين إيش كان المفروض يكون موقفك مع ضيت لأن هي حكت بكل أريحية وحكت على مصالح الولايات المتحدة وسمت واتهمت وقالت أنا هيك راح أسوي وهي بلا خوف ولا وجل ولا خوف ولا وجل زين وبالمفتشر خوش؟ زين غير المفروض الحكومة إذا هي صديقة الولايات المتحدة والله ترحب بها وتسلمها وتقول يابا إحنا يعني أنا أحكي لك حكي حكومة مثلا زين تقول يابا إحنا نرحب مثلا بكذا ما عندنا أي إشكال على أن تسلم منصب السفارة في بغداد طيب. لو أني الحكومة وعندي رد فعل سلبي اتجاهها وبسطرين ينتهي تكليفها سطرين حكيتها ذاك اليوم بالاتجاه سطرين ينتهي التكليف مالته شو تقول انه نظرا لتصريحاتها كذا وكذا التي تمس بالامن القومي العراقي والمصلحه الوطنيه العليا احنا ما نقبلها غير ينتهي الموضوع غير مرغوب غير مرغوب واضحه فلهذا شنو تعليقك العفو استاذ بس يعني الوقت بالملف الاول راح اني هذا مو سمعت الكلام زي. بس اكو واحد ما اعرف اسمه نفاق قال لا مو من حقنا احنا نلغي السفير هي تكلمت وهي موافقه الطرفين اساسا اي انا مو ليش دا اتاكد من دكتور مصطفى لا. على مود اتاكد الموضوع يعني واقرا الماده يعني اقرا الماده هي هسه اذا عندك جوجل ولا عندك نت هسه لما تطلع من هنا بس اكتب هالشكل انه كيفية مثلا قبول السفراء في البلدان الأخرى هي تكلمت على المنصة وعلى الدولار وأنه تنمية مستدامة وأنه يجب أن نوفر الغذاء ويتكلمون عن سلة غذائية وشون ندعمها شون ندعم إحنا سلة غذائية وتسليح ودولار وطاقة والدولار يمكم مو هي هاي هم مشكلة يعني حقيقة يعني أوكي إحنا أنا سألت بالمناسبة هم سألت السيد رئيس الوزراء قلت له هو والله تكلم انه ليش ما نبيع بغير عمله؟ قال اذا نبيع بغير عمله نخسر 35% من قيمه النفط. احنا على مود الغذاء على مود تستمر لان السلع الغذائيه ما تصير كلها مستورده. قبل ما اختم الملف الاول بكلمه واحده كيف تصف علاقه العراق مع الولايات المتحده؟ كحكومات ممتازه. خذيها مني. طيب. كحكومات دير بالك. كحكومات. طيب اسمحوا لي ضيوف الكرام ان تبقوا معي والان انتقل الى الملف الثاني اللي راح يكون عن استمرار العدوان الصهيوني في ظل مجاعه كبيره في غزه. وتأييد دولي متزايد لفلسطين وراح نفتحها بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع
غزة على شفا مجاعة غير مسبوقة، ما بين الشمال والجنوب ترتسم ملامح قاتمة السواد لمصير مئات الآلاف الذين يتهددهم خطر المجاعة ويعصرهم الجوع وانعدام الإمدادات الغذائية في القطاع بسبب فرض العدوان الصهيوني حصاره على المدنيين الأبرياء الذي باتوا يعانون من نقص الغذائي والدواء. يعيش أهالي غزة حقيقة أوضاع مأساوية وصعبة جدا، نقص في الغذاء، نقص حاد، كذلك في الأغذية الرئيسية وحتى الغير رئيسية لا توجد. بدأوا يعني يعتاشون باستخدام أعلاف الحيوانات مع الأسف، كذلك الطيران الإسرائيلي أيضا يستهدف المخيمات التي تقدم المساعدات الإنسانية، حتى التي المستشفيات التي ما تبقى من المستشفيات التي تقدم المعونات الطبية للجرحى. رغم التأييد الدولي المتزايد لوقف إطلاق النار في فلسطين، آخرها تبني مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على غزة، إلا أن الكيان الصهيوني يستمر باستهداف العزلة ويمنع دخول المساعدات إلى المواطنين في ظل المجاعة التي يتعرض لها الفلسطينيون. احنا متعودين أنه لا يمتثل للعهود والمواثيق ولا يمتثل المعاهدات، حيث أن الكثير من المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة بموضوع الاستيطان، بموضوع الإبادة الجماعية اللي تعرضت لها فلسطين أكثر من مرة، الشعب الفلسطيني أكثر من مرة تعرض إلى إبادة جماعية، وأنا أحددها إبادة جماعية، ولكن ما يمتثلون لقرارات مجلس الأمن من جهة، وما يمتثلون للمواثيق والعهود الدولية أو الاتفاقات الدولية. في ظل تفشي المجاعة الجماعية في فلسطين، هل دفن القانون الدولي تحت أنقاض غزة بسبب استهانة الكيان الصهيوني بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب بوقف إطلاق النار؟ من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الثاني راح نتناقش به مع أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور مصطفى البهلي، حياك الله من جديد. وخبير الأمني والعسكري سرمد البياتي، حياك الله من جديد. كما سينضم إلينا عبر سكايب مدير عام مركز القدس لحقوق الإنسان الأستاذ زياد الحموري، حياك الله. أهلا وسهلا. أبدأ معك دكتور مصطفى، جوع واعتداءات وأرواح تسهق خاصة الأطفال، والآن مجاعة ضربت قطاع غزة، شنو النتيجة وش وقت راح تتوقف هذه الحرب؟ يعني هي هاي حرب إبادة. نعم. يعني إبادة إنسانية بكل ما تعني الكلمة. والعدو الإسرائيلي استهدف يعني مو الإنسان الفلسطيني أو الحمساوي أو كذا، لا استهدف يعني كل ما هو له علاقة بالحياة، يعني المياه والكهرباء وكل يعني كل ما له صلة بمقومات الحياة الإنسانية. نعم. هي طالما هذا الرجل النتنياهو كما يسمى زين موجود على رأس السلطة، ما أعتقد يعني أكو أفق يعني لحل الـ 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 أو التوصل إلى مبادرة أو اتفاقية أو كذا مع حماس، ولطالما حماس أعربت عن يعني في أكثر من مرة عن موافقتها لي يعني أقلها هذه الأخيرة اللي هو مشروع بايدن زين، وكان دائما التعنت يأتي من قبل لكن الولايات إسرائيل. المتحدة لا تريد استمرار الحرب. أي صحيح، لأنه هو شوفوا طبعا من الخطأ أنه يعني هذا التماهي التام 100% بين مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، يعني الولايات المتحدة داعم كبير لإسرائيل. أي. لكن أن تتماهى تماما يعني بحيث يكون كوبي بيست، لا هذا يعني شوية يعني مو دقيق علميا، أقلها مو صحيح هذا الموضوع. الولايات المتحدة تعتقد أنه هي بدها تتعرض مصالحها بالمنطقة يعني لا سيما في الشرق الأوسط إلى خطر، يعني في البحر وفي يعني الشرق الأوسط بشكل عام بسبب حرب نتنياهو، وهي ما لها يعني يد بالموضوع، شايفة شلون؟ يعني فلهذا هي تعمل يعني يمكن اليوم قبل باكر على انهائها، لكن بالطريقه اللي تحفظ ما وجه يعني من هو اسرائيل، ها ما ننسى يعني يكون بالتحليل. نعم. فلهذا انه اكو مشكله عند نتنياهو، حتى الان هو مدى ينتصر، شايف شلون؟
حتى الآن لم يحقق بصر. وانا سألتك في بداية السؤال، نعم، شنو النتيجة؟ وباد الناس وسوى جرائم حرب، والنتيجة شنو هي؟ أي ما هي مصير الحرب راح تتوقف وراح يحاكم؟ لا لا، هو يعتقد انه يعني شو وقت ما مثلا استمكن من الآخر من قيادات حماس من كذا، أقلها لما يخرج للإعلام الإسرائيلي وللداخل والرأي العام الإسرائيلي إنه أنا هي سويت هي فعلت هي حققت، يعني شايف شلون هو حتى مدى 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 تتحقق، يعني تقصد شيء يحفظ به ما يوجهه. أي صحيح. زين أستاذ سرمد، بالعلوم العسكرية إلى أين سيستمر الكيان الصهيوني بهذه الجرائم وماذا حقق على الأرض عسكريا؟ شوف، قبل أسبوع الحماس نفذت عملية، نعم، بعز هاي الأزمة وسحبتهم إلى كمين داخل أحد الأنفاق، أو أسبوع أو 10 أيام قبل العيد بالضبط. يعني هو كل هاي الآلة العسكرية الثقيلة من 7 أكتوبر لحد الآن ما بقى شيء ما استخدمه، سواء على مستوى الدروع أو على مستوى الطائرات أو الطائرات المسيرة أو الصواريخ. النتيجة النهائية أنه لحد الآن ما قادر ينتصر ويعلن انتصاره. انتصاره في حل وحيد بالمناسبة سيد فرح، إلا يمحي غزة عن الوجود. هلا قلت شيء يعني. ممكن يصير هذا الشيء؟ لا، مو مستحيل يعني، ما 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 صعب، هو صعب، ما يريد يعطي خسائر. أخير شيء دولة كلهم يتحولون إلى انتحاريين بالمناسبة. زين، هم أساسا هو السنوار لاقي أول شيء هو بغزة قبل شوي، يعني خلينا نكون واضحين. لكن أنت ما تقولي المستقبل ما ينضرب خطورة، لا بالله، هذه شوية يعني بها إشكاليات، لأنه كل المنطقة تتحدث عن حرب قادمة محتملة، يعني تعرفين بين حزب الله اللبناني وبين الكيان الصهيوني. هذه الحرب هنا إسرائيل عندها مشكلة، خلي بالك سيد فرح انتبه، حزب الله لديهم خزين هائل من الصواريخ، سواء الكاتيوش البالستي الكروز ميسايل غيره، عندهم هذول القبة الحديدية، أي شيء إحنا عندنا يحتاج لعتاد. دخلنا حروب هواي، أنت متخصصين عتادك، تحتاجين إملاء للعتاد. كل سلاح بالعالم ترى يحتاج لإملاء. هذه الدبابة هسه إحنا عندنا بالناقلة 42 طلقة، إحنا نسميها طلقات الصاروخ مال المدفع، شيء مهداد وشيء حارق خارق وشيء مصغر عيار. هذه من تخلص اني يحتاج من يجيب له، وهي كل طلقه هاي كبراتها وثقيله، يعني البشر بالقوه، هذه من تخلص يحتاج اعبي على مود ادخل المعركه استمر اني زين. بس يخلص لاني يصير حديده بالشارع. زين، فلذلك القبه الحديديه ايضا راح اذكرك بموضوع، تعرفين اول يوم صارت الحرب مال اكتوبر، امريكا فتحت الجسر الجوي مالتها يتنقل عتاد وش اسمه الى الكياس مال من مال القبه الحديديه وعصا موسى وهذه البقيه. فانت حاسب حسابك بانه اسرائيل ترى اذا تفكر يقول لك ادري، واذا احنا قصفنا وحرقنا جنوب لبنان حرق، لان هم يفكرون بابعاد حزب الله 30 كيلو متر باتجاه النهر. زين، فلذلك هذا الموضوع يحتاج قصف شديد، وقابل حزب الله راح يقعد. زين، انت من جهه اخرى عندك الجبهه الاخرى، جبهه حماس راح تشجع، يخف الضغط عليها، راح يطلعون من جهه، راح يشغلهم الجبهه، وعندك الجبهه الاخرى اللبناني. انت شو راح تضمنين اليمن والحوثيين وفصائل المقاومه العراقيه؟ اسال الاستاذ زياد، ماذا استفادت فلسطين من المؤتمرات الدوليه والاقليميه والاعتراف بالدوله والطلبات المقدمه الكثيره لوقف اطلاق النار في وسط زهق للأرواح ومجاعة؟ نعم، الآن تسمعني أستاذ زياد؟ عفواً، تسمعني الآن؟ صوتي واضح؟ تفضل. نعم، سألتك ماذا استفادت فلسطين من المؤتمرات الدولية والإقليمية والاعتراف بالدولة والطلبات المقدمة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهي يومياً يعني تحرق وتسهق فيها الأرواح ويقتلون الناس العزل، يعني هنالك مجاعة، ظروف إنسانية مأساوية للأسف. شوف، ما في شك يعني إنه خلال 75 عام لم ينفذ أي من القرارات الدولية. يعني هناك قرارات دولية كثيرة على المستويات المختلفة من المؤسسات الدولية، سواء الأمم المتحدة، مجلس الأمن، يعني قرار التقسيم، كل هاي القضايا اللي
اللي صدرت لصالح القضية الفلسطينية لم ينفذ ولم يحترم أي من هاي القرارات. طبعاً إحنا شفنا قرارات أقل اللي نفذت في العراق ونفذت في ليبيا ونفذت في سوريا وإلى آخره، وجزء من هاي القرارات يعني حتى يمكن الجزء من القرارات اللي في العراق لم تكن حتى قرارات يعني متفق عليها، يعني أخذت على عاتقها الولايات المتحدة. طيب. اليوم الإشكالية الكبيرة اللي موجودة هي الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي العدو الأساسي للشعب الفلسطيني. المعركة اللي اليوم إسرائيل فيها، المعركة يعني صاحب هاي المعركة الأساسية هو الولايات المتحدة. الولايات المتحدة عندها قدرة بأي دقيقة توقف هاي الحرب. مجرد ما تطلب من إسرائيل، يعني كل هاي المسرحية اللي عم نسمعها، الخلافات وإلى آخره، هي مسرحية، لأنه من أوائل الحرب الكل بتذكر أنه كل هاي المنظومة الاستعمارية من إيطاليا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا، اللي أول يوم الحرب بما فيهم الأمريكان، أول يوم الحرب طيب. كانوا موجودين في إسرائيل، وبايدن نفسه قاد مجلس الحرب، وطبعا وزراء دفاعه ووزراء خارجيته وكل المسؤولين. يعني أنت تقصد أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن هذه الحرب. طيب دعني أتوجه بهذا السؤال إلى دكتور مصطفى. اليوم الولايات المتحدة تريد أن تستمر بإدارة الحرب كما تفضل أستاذ زياد؟ هي يعني حتى اللحظة هي مستمرة في إدارة الحرب يعني. وعلى فكرة هو هذا إيش بين إنه الولايات المتحدة، كنا دائما نقول إنه لا تعولون على الولايات المتحدة كوسيط نزيه، لأن الولايات المتحدة منحازة تماما يعني لإسرائيل، وبالتالي هي تريد تنهي الحرب بالطريقة اللي تحفظ طبعا مصالح إسرائيل ومصالحها بالمنطقة. وطبعا هي أكيد تريد تبقي مثلا على السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، لأنه متخادم جيد يعني للمصالح الإسرائيلية والأمريكية، وتريد أيضا يعني هي تتفق مع مثلا بالقضاء على حماس، وتتفق مثلا بالقضاء على حزب الله، شايف شلون؟ فلهذا هي تريد تكون هاي الإدارة ما تخرج عن يعني ما تخرج نفسها ويحل لاعب دولي آخر أو يحل لاعب إقليمي آخر. هاي حتى مع وجود الضغط الطلابي، هذا ما متاح لها. زين، أكو ضغط طلابي وأكو انتخابات أمريكية وأكو انقسام داخل الولايات المتحدة، انقسام سياسي، كل هاي مو عوامل تضغط على بايدن لإيقاف الحرب؟ أي طبعا، يعني هو إحنا دائما المرشح للرئاسة الأمريكية يعني هذا موضوع الرأي العام، لا سيما يعني الضاغط إيباك احنا نسميه اليهودي على المرشحين، هذا فاعل يعني سواء في حالة الحرب وفي حالة السلم. فما بالك في حالة الحرب، يعني راح يكون الضغط عليه راح يكون أكثر. فلهذا حتى اكو مشرعين على فكرة أمريكان، هم مو على مستوى الكونغرس، هو مو مع استمرار تجهيز الولايات المتحدة لإسرائيل بهذا الكم الهائل من التسليح، ويقولون انه احنا شو لنا دخل بهذه الحرب، شايف شلون؟ لكن هذا الضغط، يمكن الضغط الاسرائيلي، الضغط اللوبي الاسرائيلي الصهيوني العالمي على صانع القرار الامريكي، يمكن هو يطيل امد الحرب باتجاه لعلها ان تحسم لصالح اسرائيل. زين استاذ سرمد، هسه حرب الاستنزاف لصالح من صارت؟ فصائل المقاومه ولا لصالح الكيان الصهيوني لانه دا ياخذ العتاد من الولايات المتحده؟ لا، حرب الاستنزاف صارت لصالح كيان صهيوني، هذول ما عندهم امدادات، مين عندهم؟ بس يصنعون داخل هذه. بس خليني قبل ما يخلص اللقاء، يعني هو خبر حلو يخص العراق يعني. يا الله. مو هذه بس، جهد جهاز المخابرات العراقي ومكافحه الارهاب، جهاز مكافحه الارهاب وخليه الاستهداف، ضربوا اخطر مفرزه هسه بصلاح الدين بجبال بلقانه بدوس خورماتو، وانكتلوا سبعتهم، هسه راح يتجهون يطلعون عليهم ويجيبون الجثث. فهاي المفرزه هي اللي ذاك اليوم كتله الامر اللواء وامر الفوج. فلذلك كان يعني اعتذر شفتيني هاي، لانه دي تسولي يعني ولا يهمك بالعكس، لانه هذا لان هاي المفرزه
أذت نعم. المنطقة كلش أذت المنطقة الحمد لله. طبعا طائرات F-16 عراقية ضربتهم. طيب اي ان شاء الله. فلذلك الاستنزاف صار على المقاومة، المقاومة ما عندها إدامة زخم، وأنا أعتقد هم دي يصنعون سلاحهم بالداخل، لأنه حتى الميناء هسه أمريكا ناصبة ميناء مؤقت لهذا، وهذا الميناء المؤقت بالمناسبة ترى جت رياح عاتية وتفلش، هسه يبنون غير ميناء يعني بالمنطقة هم لا. الأمريكان الأمواج البحر الأمواج أمواج البحر فلذلك دولة ديجوهم إمداد وبعدين تصنيعهم هم، لذلك هاي إشكالية يعني. نعم إشكالية. إذن أستاذ زياد، إلى أي مدى ساهمت السلطة الفلسطينية في لعب دور متخاذل في إيقاف الحرب في قطاع غزة؟ طبعا يعني هناك ضغوطات كبيرة على السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية يعني لم يكن موقف اطلاقا مقبول من الشعب الفلسطيني، يعني هناك انتقادات كبيرة لهذا الموقف، لانه اليوم اللي مطلوب بهذه اللحظة هي الوحدة، هي بغض النظر عن كل الخلافات. اليوم الهجمة الموجودة هي هجمة على الشعب الفلسطيني مش بس على غزة، يعني اللي بيتم بالضبط اليوم هناك جرائم يومية في قتل يومي في الضفة الغربية، وفي تصريحات كاملة انه حتى السلطة هاي غير محترمة بالنسبة للإسرائيليين. هناك ضغوطات على السلطة لترويحها، هناك ضغوطات لأنه يقلصوا كل صلاحياتها، هناك يعني خطوات نحو ضم الضفة الغربية لإسرائيل واعتبارها جزء من إسرائيل. فبالتالي مطلوب اليوم، هناك حراك موجود في كل المنطقة سواء في الداخل الفلسطيني أو في الخارج في الجاليات الفلسطينية، لا فعلا للضغط بعمل وحدة فلسطينية من كل يعني من كل الفلسطيني، للتحضير لانتخابات ولتغيير يعني بشكل ديمقراطي تغيير الوضع اللي احنا فيه، لانه غير مقبول على الشعب الفلسطيني كل هذه الخطوات اللي عم تقوم. شكرا جزيلا مدير عام مركز القدس لحقوق الانسان الاستاذ زياد الحموري، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به، الخبير الامني والعسكري الأستاذ سرمد البياتي حياك الله، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور مصطفى البهالي حياك الله، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. ختام ملفنا الثاني راح يكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول سياسة المجاعة بحق الأطفال في حق الأطفال في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني، لنتابع. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم. القائد العام للقوات المسلحة يفتتح مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد. الأمن الوطني يطيح بشبكات تمتهن النصب والاحتيال وإيهام المواطنين بالتعيين في ثلاث محافظات.
النزاهة تضبط موظفين في وزارتي المالية والتجارة متلبسين بالرشوة في محافظة الأنبار. وزارة الصحة تعلن عن خطة صحية خاصة بمناسبة عيد الغدير الأغر بمحافظة النجف الأشرف. وزارة المالية تعلن المباشرة بتوزيع تقديرات النفقات الجارية والإيرادات والمشاريع الاستثمارية لعام 2024. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.